السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا رجعنا تاني الناس بتاعت الكودينج تقريبا كده. ايه يا عم ارحمنا، الله يبارك لك. يعني معلش ايه، استحملني كده، اكنك ايه، اكن المحاضرة اللي هي بتاعت الاسبوع اللي فات والاسبوع ده، فعشان ايه نخلص الجزء ده وتبقى انت معاك شغلك بتاع الاسبوع. خلي بالك بقى معايا، يعني ربنا يعني يكرمنا ان شاء الله كده ونعدي من الكبوة اللي احنا فيها. وطبعا يعني ايه، تفاءلوا بالخير تجدوه، وربنا ما بيعملش حاجة وحشة، كل واحد ايه يرجع لنفسه. لكن عايز اقول لك حاجة، تقصير المنهج ده هيبقى تقصير عندك انت، يعني قصور في حياتك الهندسية بعد كده. دي كلمة ونصيحة ليك، ان انت ما تدورش ان الكورس يتقص. ماشي، انت قاعد في بيتك والكلام زي كده، فحاول تستفاد بالقدر المطلوب، عشان اي جزء من المنهج مش هتاخده او ان انت عايز تحذفه او تحت اي بند، فده هيأثر في تكوينك كمهندس. ما تجيش تقول لي ان العيل اللي بينزل بعد 9 شهور بيبقى زيه زي اللي ايه اللي نازل بعد 8 شهور. ده بيبقى له كاتيجوري وده بيبقى له كاتيجوري. ده ربنا بيخلقه، هتبص تلاقي ده عنده ضيق تنفس وده معرفش ايه. فمعنى كده عشان يكتمل تكوينك الهندسي، فيا ريت تبقى انت اللي باقي على معلومتك وتكميل كورسك. مالناش دعوه بقصه الامتحانات دلوقتي، دي قصه تانيه وموال تاني، ما نعرفش مواله رايح فين. لكن اللي احنا بنتكلم دلوقتي ان انا تكويني الهندسي هيبقى ايه. معلش ضيعت جزء من الفيديو، بس يعني ايه، ندعي من ربنا ان تكمل نفسك، وندعي من ربنا ان يرفع الغمه عننا، وان شاء الله خير باذن الله، وكل واحد يحاسب نفسه. ماشي، يلا نكمل مع بعض. كل اللي احنا هنعمل بقى دلوقتي، كل اللي احنا هنشتغل عليه، اني عندي ايه الشكل اللي عندي ده، ان انا دلوقتي عندي الكود انا عملته خلاص في الترانسميتر، وعملنا الانكودنج سيركت وكل حاجه، وكود بقى جاهز. طب ايه اللي مطلوب مني دلوقتي؟ اللي مطلوب مني دلوقتي يا باشا، اني عندي الكود لما هيعدي على ايه، على التشانل. الحاجه تشانل بقى دي اللي هتعمل معايا ايه، هي دي بقى اللي هتحط لي الايرور. الايرور ده هيبقى بتايه غلط. يعني ايه بتايه غلط؟ لو اللي تشانل كانت سليمه وايديال، او مش هتعمل لي غلط في الكود ده، فهتعمل ايه؟ كل اللي هيحصل ان هيبقى الايرور ده اصفار جنب بعضيها، لما تيجي الاصفار تتجمع مع الكود هيطلع الكود. طيب افترض بقى ان انا الايرور باترن ده كان في واحد في اي خانه، المكان بتاع الواحد ده هو ده اللي هيحصل عنده الغلط. مش فاهمك، هاجي اقول لك دلوقتي ان احنا شغالين اكس اور كجمع زي ما انا بعت لك في السلايد. طب دلوقتي قلت لك لو الايرور ده، الايرور باتن كان كله اصفار، معنى كده يبقى الكود اللي هيوصل هو اللي مبعوت، يبقى السي هتساوي الار. لكن لو كان في واحد في اي خانه من دي زي ما هنشوف دلوقتي، معنى كده ان الكود اللي هيوصل الريسيفد كود هيبقى ده ايه؟ ده الايرور. ودي المعادله اللي هي الار بتساوي ان ده اكس اور مع الايرور اللي هو جاي لك من التشانل هيطلع الار. تعال خد لي اكزامبل عشان نشوف برضو الكلام اللي انا بقوله لك. انا عندي الكود عباره عن 10101، ده الكود اللي ايه؟ ده الكود اللي اتبعت من الترانسميتر واللي احنا جهزناه. تمام؟ ايه اللي هيجرى بعد كده؟ سيادتك دلوقتي الايرور عباره عن ايه؟ 00100. طبعا عدد البتات ده لازم يكون عدد البتات ده. كل اللي انا عملته خدت الكود ده وحطيته تحتيه عشان بس ايه اقدر اعمل العمليه الحسابيه تحت بعضيها. فايه اللي جرى؟ هتيجي تقول لي يبقى معنى كده هنقول الكود مع الايرور، وانا حطيت ايه؟ حطيت بتايه هنا، لو انا عاوزه كله صفار يعني اي ده تشانل كان هيبقى ما فيش ايرور، لكن انا في ايرور. في ايرور في انهي بتايه؟ في البتايه الثالثه دي. طب تعالى كده وشوف الدنيا هيجرى فيها ايه. هتيجي تقول لي معنى كده 1 و0، هتقول لي 1 0 0 0، ما احنا بنعمل ايه؟ بنجمع اكس او. طيب 1 و1، 1 و1 انا خدتها على انها 0. بص ادي البتايه بدات تبقى غلط دي، عشان كده قلت لك يبقى ادي مكان الايرور. تعالى كمل 0 0 0، 1 و0 1 اللي هو ايه؟ المخالف يدي 1، المتشابه يدي ايه؟ 0. معنى كده ان الرسالة اللي انا استقبلتها اللي هي الريسيفت الار هتطلع ايه؟ هتطلع مخالفة لده. طب الغلط فين؟ الغلط في البتاية اللي كان مكانها الواحد. طيب انا عشان ارجع الدنيا الصح بقى، ده لو انا معايا الايرور باترن ده كده بنسميه الايرور باترن، هاجمع عليه الايرور تاني الداتا تتظبط. بص كده لو انا جبت ايه؟ جمعت على الداتا الريسيفت الايرور، فايه اللي هيجرى؟ لما اجمع على الداتا ريسيفد الايرور مره ثانيه هتلاقي ان انا عندي 00100، تعالى شوفها كده، 1 و0
واحد. صفر وصفر متشابهين يبقى صفر، صفر وواحد يديني واحد عشان مختلفين، صفر وصفر صفر، واحد وصفر صفر. هتبص تلاقي ان الداتا اللي حصل لها بعد ما عملت لها اكس اور مع الايرور باترن نفسه ادتني نفس الداتا اللي ترانسميتد، يعني وصلت ايه؟ وصلت الداتا بتاعتي الكوريكت. تمام. بس هل معلش يعني انا عند الريسيفر هبقى عارف الايرور باترن شكله ايه؟ ما انا لو عارف شكله يبقى معنى كده كان ايه الدنيا؟ هو شرط ان الايرور يبقى في الحته دي هيفضل ثابت؟ لا، ممكن الايرور هنا 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 زي ما يكون، ممكن يكون بالتايه بالتتين بالتلاته. لكن احنا القصه بتاعتنا ان احنا دلوقتي ان احنا ايه في الطريقه بتاعت هامينج كود ما بنصلحش الا ايه؟ الا بالتايه واحده. يبقى الهامينج كود عشان نركز مع بعض ده ايه؟ ده نوع من انواع اللينير بلوك كود وما بيصلحش ايه الا بالتايه واحده، عشان كده عملنا الايرور باترن بتاعي ايه؟ بالتايه واحده. تمام يا باشا. يبقى معنى كده انا عند الريسيفر مش عارف الايرور باترن، بس انا بوريك العمليه الحسابيه. طب انا بقى عند الريسيفر اعرف اجيب الداتا بتاعتي ازاي واعرف هي غلط ولا صح ازاي الاول؟ زي ما انا قلت لك ان انا عند الريسيفر الترانسميتر والريسيفر، الترانسميتر عنده حاجه اسمها اتش. لو انت رجعت بقى معايا كده من الاول هتبص تلاقي ايه؟ ان انا عند الترانسميتر اتفقنا ان انا عندي حاجتين، الجي والاتش ماتريكس، وعرفنا دي ايه ودي ايه. طب عند الريسيفر انا طلعت الاتش، فالريسيفر هيبقى عارف مني الاتش ترانسبوز. يبقى معنى كده ايه؟ الاتش ترانسبوز معروفه قبل ما بيبداوا تفاعل وتعامل مع بعض الترانسميتر والريسيفر. يقول له ايه؟ عم الريسيفر انا هبعت لك اكواد طولها كذا طولها كذا، الاتش ترانسبوز بتاعتها كذا، ويبعتها له. يبقى معنى كده دي موجوده فين دلوقتي؟ موجوده عند الريسيفر. وصح ولا غلط؟ لا صح. يبقى معنى كده طب انا اجيب الاتش ترانسبوز ازاي؟ اطلع للشريحه اللي فاتت او الفيديو اللي فات هتلاقينا جبنا الاتش تي. فانا كل العمليه هعمل تدوير ترانسبوز للاتش هيديني الاتش ترانسبوز. الاتش ترانسبوز بتاعتي ابعادها ايه؟ ما احنا قلنا كل ما اجي اقول لك حاجه تقول لي ابعادها ايه. فهتبص تلاقي ابعاد الاتش ترانسبوز عباره عن ايه؟ ابعادها هتبقى ان في ان ناقص كي. يبقى ابعاد الاتش ترانسبوز علشان لو مش باينه عندك هتبقى ان في ان ناقص كي. حلو. طيب سيادتك دلوقتي انا عشان ابدا اتعامل عاوز ارسم الديكودنج سيرك. طب خلي بالك ادي الاتش ترانسبوز موجوده ولا مش موجوده؟ موجوده. طيب سيادتك والار جات لي، يبقى معنى كده دي ودي بقوا موجودين عند الريسيفر. اللي بقى ايه؟ بعمل الدايره بقى اللي بنسميها الديكودنج سيركت اللي هنعملها دلوقتي زي الدايره عكس الدايره اللي فات. طب معنى كده ان المساله لما بتجي لك بتجي لك على بعضيها، يعني معنى كده ان سيادتك مطالب ان انت ترسم الانكودنج والديكودنج سيركت. ده ايه؟ حاجه ما فيهاش غبار، مطلوبه مطلوب. يبقى معنى كده اللي هيجرى دلوقتي يا باشا دي تتضرب في دي، فعاوزين نرسم ما يسمى بالديكودنج سيركت او السندروم سيركت. بعد ما بطلع اللعبه دي الاس دي عامله ايه؟ هتقول لي لو هي كلها اصفار يبقى معنى كده الار دي هي الكود اللي مبعوت، ومعنى كده ان التشانل كانت سليمه وما بوظتليش الدنيا. لكن لو السندروم ده طلع ده ايا كان الوضع زي ما هنشوف كمان شويه اللي هيجرى معنى كده ان في ايرور. طب مكان الايرور فين؟ واحد هيقول لي في البتاعه دي. الكلام ده لو انت عارف الايرور، ما انا مش عارفه، امال هتعرف لي مكان الايرور ازاي؟ محتار يتحل عوش بقى. هنشوف هنعمل ايه، وهيبقى عندي طريقتين ان انا اعرف فيهم الايرور في انهي مكان في الطريقه بتاعت الهامينج كود، واصلح الايرور، وحتى كمان ايه اطلع الايرور باتر. يبقى انا دلوقتي اللي مطلوب مني واللي انا هبقى ايه حاطه في البلان بتاعتي عشان ياسمين اللي هيجرى. علياء انت وهنوه ركزوا معايا، الله يبارك لكم، الله يبارك لكم كده. ماشي ماشي. وليد يا سعيد خليك معايا. ماشي ركزوا. ساره رهان يلا يا شباب هانت ان شاء الله، ربنا ربنا يزعل عنكم. ما علينا. اللي احنا هنعمله دلوقتي ان احنا عاوزين نعمل ايه؟ عايزين ان انا اشوف اعرف المكان، يبقى البوزيشن فين؟ البوزيشن بتاع الايرور عاوز اعرف البوزيشن مكانه فين. وطبعا بعد ما عرفت البوزيشن يبقى انا عاوز اعرف الايرور باترن. يبقى الايرور باترن
تمام، اللي هي الايه شكلها عامل ازاي، وبقول لك دي هتطلع بطريقتين، لا اما عن طريق حاجه بنسميها سيندروم تيبل، سيندروم تيبل، شوفوا قلم ماشي، سيندروم تيبل، او حاجه اسمها ستاندرد اري، اري، وهنفهم ده وهنفهم ده. يبقى في حاجه اسمها السيندروم تيبل والستاندرد اري. اولا انا عايز ارسم الدايره او الحاجه اللي احنا عايزينها، اللي هي ايه، اللي هي اللي احنا قلنا عليها حاجه اسمها الديكودنج سيركت، ودي موجوده عند الريسيفر الديكودنج سيركت، وقلنا دي بتساوي ايه، بتساوي السيندروم سيركت. يبقى الديكودنج سيركت او السيندروم سيركت. طيب دي عباره عن ايه او ارسمها ازاي؟ زي ما احنا قلنا ان انا عشان ارسم الدايره اللي فاتت اللي هي بتاعه الديكودنج رسمناها من ماتريكس معينه وعرفنا ايه دنيتها عامله ازاي، وكانت بتترسم منين؟ كانت بتترسم من الجي ماتريكس وخلصنا. اصبح ده الوقت عشان ارسم دي ارسمها منين؟ ارسمها من ماتريكس تكون عند الريسيفر اصلا. طب مين اللي عند الريسيفر؟ ما عنديش الا ماتريكس واحده يا باشا، اللي هي مين؟ الاتش ترانسبوز. الله ينور عليك، ماشي على ابو حليمه خليك معايا، ماشي. يبقى دلوقتي ايه اتش ترانسبوز هيعمل ايه بقى دلوقتي؟ تعالى نرسمها. طب دلوقتي الصفوف والاعمده عباره عن ايه؟ هتيجي تقول لي هنا ان ده الصف ده هنسميه ار نود. طب والصف ده ار 1 ار 2 ار 3 ار 4 ار 5 ار 6. حلو، ده اللي هي ايه بالتات اللي ايه اللي مستقبلها. طيب وده كده هنقول ده اس نود، اس 1 اس 2. يعني معنى كده اللي انت قصدك عليه واللي احنا لازم ناخد بالنا منه ان الاس دي اجيبها ازاي؟ طول الكود او اللي جاي لي يعتبر كام في كام؟ طوله زي الكود بالظبط، اللي هو واحد في كام؟ لو انا شغال على نفس الايه المساله اللي فاتت واحد في سبعه. طب والاتش ترانسبوز عباره عن ايه؟ ان في ان ناقص كي اللي هي طبقا للمساله دي هتساوي كام؟ يبقى كانك بتضرب، لازم يكون هنا ده سبعه في كام؟ سبعه في ثلاثه. يبقى المفروض يا باشا دلوقتي ان الاس ترانسبوز هتطلع كام؟ الرقم الاولاني ده في الرقم ايه الاخراني ده، يبقى لازم الاس دي تطلع واحد في كام؟ في 3. يبقى معنى كده طول الاس هتبقى اس 0 اس 1 اس 2. زي ما انت كتبت قبل كده انا ممكن اعملها كمعادله. ازاي معادله؟ تعالى كده نستفاد، ماشي ما فيش مشكله ان احنا ايه نضيع حته من الورقه، بس ركز معايا ربنا يستر وتكمل. هنيجي نكتب المعادله بتاعت الاس نود زي ما عملناها قبل كده. الاس نود هتساوي لي كام؟ واحد هيقول لي اول حاجه اللي موجود نحطه نحطه واللي مش موجود نخليه بزيرو. هتبص تلاقي في واحد هنا، يبقى معنى كده ار زيرو زائد، بعد كده ده بصفر ما اكتبوش، ده بصفر ما اكتبوش، ده بواحد، يبقى هروح كاتب مين؟ ار 3، ادي الار 3 زائد، بعد كده الار 4 موجوده زائد ار 4، بعد كده عندك مين تاني؟ الار 5، ادي الار 5، بعد كده صفر يبقى ما يتكتبش. هنكتب بعد كده معادله مين؟ الاس 1، يلا بنفس الطريقه ار 1، يبقى معنى كده ار 1 زائد مين تاني؟ ار 2 جنبها صفر، ار 3 جنبها صفر، ار 4، يبقى من ار 4 لار 5 موجودين وحيد اهم، يبقى هيبقى زائد ار 4 زائد ار 5 زائد ار 6. تعالى بس عشان ما نضيعش المكان، هيبقى عندي انا عايز اكتب مين؟ عايز اكتب الاس 2. طب الاس 2 عباره عن ايه؟ دي ودي صفار، يبقى بدايتي من ار 2 لار 4 موجودين، يبقى ار 2 زائد ار 3 زائد ار 4 ماشي، وبعد كده ار 5 قصادها صفر ما تتكتبش، ار 6 يبقى زائد ار 6. أصبح دلوقتي زي ما احنا خدنا قبل كده إني أنا عندي بلوكات فوق وبلوكات تحت. أصبح إن أنا عندي بلوكات فوق وبلوكات تحت، زي ما عملنا قبل كده إن أنا عندي في بلوكات فوق عاوز أعرف عددها وبلوكات تحت عاوز أعرف عددها. البلوكات اللي فوق يا باشا عددها يساوي مين؟ عددها يساوي إن. يبقى معنى كده البلوكات اللي فوق دي عددها يساوي إيه؟ يساوي إن. طب البلوكات اللي تحت عددها بيساوي ايه؟ هو بيساوي ان ناقص كي اللي هي عدد دول، يبقى معنى كده تحت هنا هيبقى ايه؟ ان
ناقص كي. يعني معنى كده بالنسبة للإكزامبل بتاعي، معنى كده ان انا هيبقى عندي هنا في الحتة دي هيبقى عندي عدد بلوكات قد ايه يا باشا؟ عدد البلوكات بتاعتي هيبقى 7، وعدد البلوكات اللي تحت هنا هتبقى كام؟ 3. حلو قوي. طب تعالى بقى نعمل البلوكات اللي انت بتقول لي عليها ونشوف الدايره دي هتترسم ازاي. مبدئيا انت بتقول لي فوق هيبقوا كام بلوك؟ 7 بلوكات. تعالى بس بالراحه كده بالحنين وروح ايه عاملين 7 بلوكات. ادي بلوك 2 3 4 5 6 7. حلو. وزي ما عملنا قبل كده دول 7 بلوكات، يبقى المفروض اعمل كام خط هنا؟ واحد هيجي يقول لي 7 خطوط يا دكتور. الله ينور عليك، والله انت كده بقيت فرياجي وبقيت راجل معلم. يبقى اللي انا هعمله دلوقتي ايه؟ عايز ارسم 7 خطوط في الحته دي، فهاجي ارسم ال7 خطوط. ادي خط، ادي 1 2 3 4 5 6 7 خطوط يا باشا. واحد يجري يقول لي ايه؟ وتحت بقى بالمره انا عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل الاكس اورات. طب انا عندي كم بلوك تحت؟ قال لي 3. يبقى معنى كده ان انا عايز اعمل ايه؟ 3 بلوكات تحت. نعمل 3 بلوكات تحت كده. ادي بلوك وادي بلوك وادي بلوك. مش بلوك بتاع الفيسبوك ولا بتاع الواتساب، لا، ده بلوك اللي هو ايه؟ اللي هي البلوكات بتاعتنا اللي احنا شغالين عليها. فايه اللي هيجرى؟ واحد هيقول لي بص يا دكتور، اللي انت اتفقت معايا عليه ان انا هاجي من كل واحد من دول اخد سهم واطلع منه السهم اللي بعديه، كل بلوك ايه؟ يبقى سهم على اللي بعديه. اوعى تنساه الحته دي مهمه، عشان لو سبتهم لي كده كل سنه وانت طيب ملهاش لازمه. حلو قوي. طيب معنى كده ده اسمه الانبوت، هو الانبوت اه، بس الانبوت ده بتاعي هو مين؟ هو الار، الكود اللي جالي. طب ودول هيكتب جواهم ايه؟ هيكتب جواهم من اول الار 0 ار 1 ار 2 ار 3 ار 4 ار 5 ار 6. 7 بلوكات بتوعي. طب ودول هيكتب مكانهم ايه؟ هتيجي تقول لي ده الاس نود، ده الاس 1 وده الاس 2. وبدل ما كتبت البلوكات دي يبقى فوق كل واحده هيبقى فيها ايه؟ فوقيها اللي هي السميتور بقى اللي احنا الكلكعه اللي احنا بنعملها دي. انهي كلكعه؟ اللي هي الكلكعه اللي هو ده كده، ادي السميتور فوق كل واحده، فوق كل واحده السميتور بتاعها. طب وايه اللي هيجرى؟ طبعا هناخد منه وننزل على البلوك زي ما عملنا المره اللي فاتت بالظبط، بس دي اسمها الديكودنج سيركت، ودي ايه؟ دي بتاع ده، دي اللي فاتت كان الانكودنج سيركت ودي الديكودنج سيركت. كل اللي انا هعمله بقى دلوقتي اني هناخد من كل فيصل، من كل نقطه من النقط دي ما بين الواحد والواحد، هنروح نازلين على خط منه عشان نقدر نسحب منه. ادي خط، ونيجي هنا مش على نفس الخط، على الخط اللي بعديه، ونيجي هنا 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 على الخط اللي بعديه. الله، قفلت قفله صح يا باشا، الله ينور عليك. طيب تعالى نكمل بقى. كل اللي احنا هنعمله بقى دلوقتي اني عايز اعمل ايه؟ عايز اخد الخطوط دي كده واطبق المعادله، بس العمليه خلصت. كل سنه وانت طيب، بس هي القصه كلها انت باقي لك بس ايه؟ جزئيتين، ان انا اللي هي بتاعت السندرم تيبل والستاندر اري، وبكده اقول لك مسالتك دي خلصت، او الجزئيه اللي هي بتاعت هامينج كود وتشكرين هنزغرفها بايه؟ بشويه تحابيش كده بس لما تكون ايدك مشيت، لما ابعت لك الحاجه بتاعتك. كل اللي هتحصل بقى دلوقتي اني عايز اعمل المعادله، فاعمل المعادله دي ازاي؟ انت بتقول لي الاس نود عباره عن ايه؟ يبقى انا عايز اعمل دي، فدي عشان تطلع يبقى لازم ديك في الاخر هو ده الخارج اللي انا هكتشف بيه هو الكود بتاعي صح ولا غلط؟ ماشي، يبقى لازم اعمل كده برضه. تعالى بص بقى يا باشا كده، انت بتقول لي اس نود، يبقى انت لازم تسحب لي خط من ده، من اللي هو اس نود الخط الاولاني، وتروح موصله بمين؟ بسميتر. بعد كده اس 3، فالخط بتاع الاس 3 تعالى عشان ما تنساش، عشان لو هو ايه لخمه بالنسبه لك، ده ار نود، ار 1، ار 2، ار 3، ار 4، ار 5، ار 6. مش كده اريح لك؟ طب هو بيقول لك ار 3، فين ار 3 اللي هو الخط ده؟ طيب يبقى ار 3 تروح جاي عند الار 3 وايه ومدي نقطه كده وايه وتشد. تمام؟ جاي يقول لك عند الار 4، الخط اللي بعديه على طول يا باشا. جاي يقول لك عند الار 5، الخط اللي بعديه على طول.
بكده انا خلصت اول معادله. طب المعادله بتاعت ار1، المعادله بتاعت اس1 عباره عن ايه؟ ار1 فين؟ ار1 ار1 اهي ار1. بعد كده الار 4 فين؟ الار 4 اهي الار 4. خلي بالك معايا انت اللي صاحي مش انا. بعد كده الار 5 فين؟ الار 5 بطل كلام يا ايوه ماشي ادي ار 5. بعد كده الار 6 بعد كده الار 6 لحد كده الدنيا حلوة ولحد كده الدنيا بيس. ادي المعادلة اللي بعديها. بعد كده نخش على الاس 2. الاس 2 عبارة عن ار 2 فين الار 2؟ الار 2 هو الخط الثالث الار 2 ده كده الار 2. بعد كده ار 3 الخط اللي بعديه. بعد كده ار 4 بعد كده الار 6 اللي هو اخر خط. حلو كده. بكده انا خلصت ما يسمى بالديكودنج سيركت او السندرم سيركت، وبكده اقدر اقول لك ان انا قفلت الجزء ده. كل العمليه بقى ان انت كده عملت الديتكشن، هشوف الكلام ده عامل ازاي وابدا اتعامل عليه، واستناك بقى في الجزئيه الجايه لو في كومنتات. يعني ايه تقريبا انت كفايه عليك كده ايه في الجزئيه دي، باقي لك عندي السندرم وباقي لك عندي الايرور والكلام زي كده. واقول لكم ربنا يقويكم النهارده ويتابعني، عشان لو في حاجه جايه في الايام اللي بتاع ده في النهارده او بكره او بعده على حسب ان شاء الله، عشان ابدا ارفع لك الشيط ونبدا نشوف الكلام بتاعنا. وربنا يبارك فيكم. طبعا الكلام كله تقريبا ان شاء الله واضح، و يعني انا حاسس ان شاء الله الطريقه دي احسن، وربنا كريم ان شاء الله. السلام عليكم يا شباب، اشوفكم على خير. السلام عليكم.